منتابع مشاهدينا فقرات صباح اليوم، نوصل لفقرة اسمع مني مع نادين عز الدين، مدربة تنمية ذاتية بشرية ومتحدثة تحفيزية. صباح خير نادين. صباح النور، كيفك؟ الحمد لله. ماشي الحال؟ منيحة اليوم، لاحظت كلك نشاط اليوم اسم الله. وخاصة انه موضوعنا كثير حلو نادين هلا مع اقتراب عيد الام. الام يلي هي اغلى شيء بحياتنا، اغلى شيء بالدنيا، واكثر شيء بتتعب وبتضحي وبتتوجع على السكت وكل شيء، هيك حياتها محوره هو اولادها، عائلتها واولادها. مزبوط، بس مش كل الامات زينه يعني. ايه طبعا، يعني بس بتحسي انه الاغلبيه يعني اليوم هيدي غريزه الام بتكون موجوده، الا عند ناس بتخيل بكونوا قاطعين يمكن بظروف كمان صعبه او بشعه خلتهم يكون عندهم هيك. ايه اكيد اكيد اكيد، نحن ما بدنا نحكم على حدا، بس انه مثل ما قلت الام هي الخلاقة إذا بدك، مثل ما بيقولوا يعني، هي اللي بتعطي، هي اللي موجود فيها الروح، يعني بيخلق فيها البيبي من أول ما، يعني من أول ما بيصير بالرحم، وبعدين بتحتم فيه 9 أشهر وبتحتم فيه لمدى الحياة. يعني الأم هي اللي بتربي، الأم هي اللي بتعطي، الأم هي المسؤولة عن هالأجيال اللي عم تطلع. الأم دنيا، ما بيقولوا الدنيا أم، دنيا أم. وأنا بحب عايد عن جد كل أم اليوم عم تسمعني، وبحب عايدك زينة بما أنه اليوم الأحد ما حكون التلاتة على الهواء. نادين أنا كمان وكل عام وأنتم بألف خير، وبعايد حالي كمان لأنه حلو واحد يعايد صح. وكلنا بنعرف اليوم نادين كمان الأم العربية عندها هيك خصوصية ما بتشبه كثير امهات العالم. طبعا تحيه لكل امهات العالم، واليوم الام ام وين ما كانت، بس نحن لانه عندنا الرابط العائلي اصلا موجود وبدوم لفتره كثير اطول وبنضل عايشين مع اهالينا لفتره كثير اطول، بيخلق هيدا الرابط الاقوى. صح. اذا فينا نقول كعائله، كحب، كشو نحن بنحب نعطي لاولادنا، قد ايه ولا نهار بنحس انه هن كبروا وانه هن صار عندهم استقلاليتهم، نحن دائما وراهم، وهيدا الشيء بتخيل بيجي أكيد. هيدا الشيء بيجي من وراء الأم. وخليني أقول شغلة اليوم على الهواء كتير مهمة، في كتير ناس ما بيعرفوها. إذا بدنا نحكي طاقيا زينا، الحبل الطاقي، هلأ نحن بنقطع الحبل عند الولادة بين الأم والولد، بس الحبل الطاقي بين الولد والأم بيبقى كل العمر. مش هيك بتلاقي الأمات بتحس بولادها دغري. صح. مش هيك بتحس الام، يعني بتحس اذا ابنها زعلان، بنتها منا مبسوطه، حتى لو عم بيخبوا بتحسي انه دائما في هالطاقه القويه بين الولد والام. هيدي نقطه كثير ضروري يعرفوها، يعني حتى الاولاد اليوم بدهم يعرفوا انه، يعني بعرف من بنتي او ابني اوقات، وحتى يمكن انت زينب بتحكيهم بتحسي دغري انه في شيء. هيدا الاحساس ما حدا بحسه عن جد غير الام. اكيد، حتى لو ما كانوا حدك، يعني حتى على التليفون يمكن من الطريقه اللي بيقولوا فيها الو، مزبوط، بتحسي انت يا بيقشط قلبك يا بترتاح. وهيدا السبب انه دائما الطاقه بين الام والولد دائما موجوده، يعني ما في قطع، مثل ما قلت لك في قطع للحبل السري، بس ما في قطع للطاقه، الطاقه دائما موجوده بين اثنين ومرتبطين ببعض لمدى العمر. اوكي، وكرمال هيك نادين الام اليوم عندها مسؤوليه كثير كبيره. صح. يعني كمان لنكون واقعيين شوي، هيدي المسؤوليه بنحسها عم بتخف بايامنا، يعني امهاتنا قبل مش مثل نحن اليوم، مش يمكن مثل اولادنا، عم بيكون في تاثيرات سلبيه كثير على الاولاد، واوقات كثير عم بتكون الام لانه كمان عندها كثير انشغالات عم بتغيب، يعني لاسباب هي مجبوره فيها، عم بتكون غايبه اليوم شوي. خبرينا عن دور الأم وأهمية وجودها وأهمية اهتمامها بأولادها، أهمية الحوار، أهمية أنه تحكي تتناقش مع أولادها لتعرف هن بشو عم يقطعوا، مشاكلهم، أصحابهم. أكيد. شوفي زينة، هلأ في شغلة بدي أقولها، أكيد نحن عم نلاحظ هيدا الفرق بين أماتنا زمان وبين الأمات هلأ، بس هل هيدا الشيء عاطل؟ أنا ما فيني أجي أقول لك عاطل أو لا. كل اللي بقدر أقول لك إياه إنه ريتم الحياة تغير، صارت الأم اليوم عم تدرس عم تشتغل غير
أماتنا من زمان، يعني أماتنا من زمان تجوزوا كانوا صغار ما فاتوا على الجامعات، يعني كتير قليل يمكن اللي يعني من عمر أمي أو ستة فاتوا وتعلموا، كان كل حياتهم مكرسة لهيدي العائلة ولأولادها وكل الوقت عم تعطي الاهتمام. بس أنا هون بدي أقول شغلي، الاهتمام هو مش بالوقت، يعني مش بمدى الوقت اللي بتقعدي فيه مع أولادك، لا الاهتمام هو بالوقت الفعال اللي أنت عم تقعدي فيه مع أولادك. يعني ممكن تكوني قاعدة كل نهار بالبيت زينة من الصبح لعشية وحتى أولادك قدامك وأنت أصلا ما في حوار بينك وبينهم، أنت على التليفون وهن على التليفون، أو أنت عم تحضري تي في وهن عم بيحكوا مثلا على التليفون أو عم بيعملوا شيء تاني. هون التأثير بيكون، هون أنا بناشد الأهل أنه انتبهوا أنتم عم تقعدوا مع أولادكم كل نهار، بس خلي يكون في كواليتي تايم، يعني خلي يكون في حوار، خلينا نقعد نحكي مع أولادنا، نعرف منهم مثلا كيف كان نهارهم، شو اللي عم بيعانوا بحياتهم بالمدرسة مع الأصحاب، حتى إذا كانوا كبار وبيشتغلوا كيف الأشغال. دايما نحس أنه في أم عم تحكي معنا، دايما نحس أنه في دعم عم بيكون من الأم وحتى من البي. انتبهي أنا يمكن عاملة اليوم الحلقة عن الأم، بس كمان مش يعني أنه البي بيكون على جنب، بالعكس أنا عم شوف في اليوم كتير بيات عم بيقوموا بدور الأم والأب بنفس الوقت، لأنه هني كمان عارفين مسؤوليتهم تجاه أولادهم. وأنا هون بدي وجه تحية لبي أولادي، لأنه فعلا هو كمان الدور اللي عم بيقوم فيه مع أولاده. يعني أنا اليوم عم بقدر شوف أنه لا مش بس الأم والبي اتنيناتهم بيقوموا بنفس الدور. هلا هيدا جوابا على انه قد ايه بدنا نقعد مع اولادنا او اكيد شو اللي لازم تعمله مع اولادها. اول شيء الحوار، لانه ما في شيء بيوضح زينا الا الحوار، وهيدا الشيء مش بس بين الام والاولاد، بين الرجال ومرته، بين الصديق والصديقه، صديقه والصديقه، بين اي حدا حتى بالعمل، الحوار هو المطلوب. هي شغله. شغله ثانيه، يمكن اليوم انا حابه شدد على موضوع معين. الأم بتفكر أنه كل اهتمامها وكل أولوياتها لازم يكون أولادها. مني ضد، بس كمان ما تنسي حالك بهيدي المعمعة، لأنه بتلاقي أوقات كتير الأم توصل لمحال أنا عملت لكم وأنا سويت لكم وأنا ما بعرف شو بتلاقيها عم بتعاتب كل الوقت أولادها، عم بتلومهم على شيء هي أصلاً جبتهم، هي اختارت تجيبهم. هي اختارت تجيبهم، هي مسؤولة عنهم. ما فيني، انتبهوا كتير منيح شو عم بتقولوا لأولادكم، لأنه هيدي بعدني للأسف عم شوفها اليوم. ما فيني أجي أحكي مع أولادي بهيدي الطريقة وحسسهم أنه هني تقل علي أو أنه أنا ضحيت كرمالهم. لا، التضحية هي موجودة بالفطرة عند الأم. التضحية بكتير قصص، هي وقت بتنقال عن تعصيب، يعني ما في شيء اسمه عن تعصيب، هو كل شيء بتقوليه هو أنت بتكوني قصدتي من دون وعي. ما في شيء اسمه عن تعصيب. وحتى لو عن تعصيب، زينة خليني أمشي معك بهيدا الجدل، حتى لو هو عن تعصيب، انتبهي كلمة ممكن، هيدي الكلمة ممكن عن جد تضايق الولد وممكن فعلا تدمره ويضل حملها معه كل الوقت. لا، بدي بحسسه اليوم أنه أنا هون كرمالك، وشو ما عم بعمل أنت مسؤوليتي، أنا أم، أنا بي، أنت مسؤوليتي. خليني أرجع لأول نقطة، قديش الأم كمان لازم تهتم بحالها وما تنسى حالها بمعمعة العائلة والشغل وكل هالأمور. زينة إذا الأم ما اهتمت بحالها حتعمل بيرن أوت، يعني حتوصل لمحال تكتئب، تنزعج، حتحس أنه كل شيء عطاء 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 عم تعطيه للناس لأولادها وهي ما عم بيطلع لها شيء. هيدا الموضوع كتير بيأثر على نفسيتها، وهيدا الموضوع حيحسوا فيه الأولاد، لأنه هي وقت اللي بتتعب مثل ما قلنا في حبل طاقي، الولد حيحس مع 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 الأم وحيعمل توتر بالبيت. كتير ضروري لحتى الأم تقدر تربي صح وتقدر تتحاور صح وتقدر تعطي صح أنها تكون هي مرتاحة، ما تهمل حالة، ما تهمل حالة، لأنه نحن عنا يعني صح. موجودة هيدي هلأ عم خفت كتير، لنكون كمان ما كتير عم نعطي كريدت، اليوم أكيد خفت بشكل كتير كبير. اليوم يمكن صار العكس موجود، وكمان في إكستريم كمان. بدي أحكي عن الإكستريم، صح يعني اليوم صار عندك العكس، بدك تقولي أنه لا لازم تهتموا شوي بالولاد كمان أكتر ما تهتموا بحالكم، بس أمهاتنا بلا مزبوط هيك كان.
كانوا يعني كنا نحس انه هن كل الوقت ما بيهتموا حتى بمظهرهم الخارجي، هيدا الشيء ما بيعني لهم، عندهم اياه سكوندير يعني منه شيء ثانوي، منه شيء باولوياتهم. مزبوط. اليوم هيدا الشيء بتخيل صار كثير نادر. صح، بس بعد هلا في امات بتنسى حالها كرمال اولادها، بتنسى حالها يعني انه كل نهار، وانا بعدني على هلا عم صادف يعني يمكن بصادف ناس بتجي لعندي عاملين ستريس، ما عندي وقت كل الوقت مع الاولاد، بدي اقوم وصلهم على المدرسه، بدي احضر لهم اللانش بوكس. في بعد لهلا امات ما بتتكل على حدا، بتعمل هيدا الشيء بايدها، وهيدا الشيء كثير حلو. وبالعكس انا بشجع لهيدا الشيء، بس بنفس الوقت ما تنسي حالك خلال النهار، يعني اعطي لحالك ولو نص ساعه كل ساعتين ثلاثة أو ربع ساعة عملي شيء بتحبيه. يعني فيك تروحي تمشي إذا حابة تمشي بالطبيعة، فيك توقفي كل شيء مثلا وتروحي ما بعرف يمكن تعملي مساج نص ساعة مرة بالأسبوع، مرة كل عشرة، مرة بالشهر. يعني في قصص هي شو بتحب تعمل بالحياة تعملهم، ما تنسى حالها، لأنه كتير بيجيني أوقات أنه ما عندي وقت، كل الوقت مع الأولاد، كل وفي تدريس بعد الظهر، وفي 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 وفي، هيدي نقطة كتير مهمة. صح، وبيخلق استرس يعني. بيخلق استرس، وفي شغلة كمان بدي ضوي عليها، وقت الأم بتربي بهيدي الطريقة والولد بيعرف إنه الأم عندها مساحة، بتكون هي عم تعطيه، عم بتربي بطريقة غير مباشرة، مش عم بتقول له اترك مساحة لنفسك، بتكون عم تعطيه ليد باي إكزامبل، بتكون عم بتقول له انه انت كمان بحق لك يكون عندك مساحتك، وهيدي المساحه اللي بيتعلمها من هو صغير مع الام هي هو بياخذها معه على كبر، وبالتالي هيدي المساحه اللي بيعطيها لنفسه مع اصحابه بعلاقاته بتريحه للمدى البعيد. اكيد، لانه بس تكون انت مرتاحه. صح. وعندك هيك، لانه اوقات كثير نادين شغله بسيطه ممكن تغير لك نهارك، ممكن تغير لك جمعتك. يعني اليوم اذا بتعملي مثل ما قلتي بتروحي يمكن على السبا شوي بتهتمي بحالك، اذا بتروحي بتعملي شعرك اوقات، اذا بتروحي بتعملي ضفيرك 100% 100%. سو هون هيدي الشغله زينك كثير ضروري تعرفها الام، انت حتى بهيدي الطريقه مش بس عم تعملي شيء لنفسك، بس عم تعطي الولد موديل كيف هو كمان يتصرف بحياته، لانه نحن قلنا قبل انه الاولاد بيعملوا مثل الاهل، قد ما فيك قد ما جيتي قلتي لهم لازم تعمل واحد اثنين ثلاثه اربعه ما حيعمل. صح، بده يشوف هي مود في يعني طريقه. صح. عيش بصير يشوفها، بصير هو كمان يعتمد 100% هي لايف ستايل. سو اذا انا تصرفت بهالطريقه بكون عم بعلم الولد كمان يتصرف بهيدي الطريقه من صغر. شغله ثانيه كمان بتساعد، وقت الام بتهتم بنفسها بتساعدها كثير وبتساعد اولادها انه ما يكون في تعلق. كمان هي نقطة كتير مهمة، لأنه وقت بعطي لنفسي مساحة وبقول اتس اوكي ولادي بخير وماشي حالهم، بكون أنا عم بعود حالي إنه ما دايما أكون متعلقة كون حدهم وكل الوقت لا بدي أشوف هن شو بدهم وأنا ما بقدر كرمالهم، لأنه هيدي منا الحياة الحقيقية. هيدي منا الحياة، بكون هون عم فك هيدا التعلق، وبنفس الوقت عم بساعد ابني أو بنتي إنه ما يتعلقوا بوجودي كمان بالحياة، لأنه بالآخر زينة إن كان مين ما كان يعني صبي ولا بنت كله حيشوف حياته، كله بده يرجع ينحط بتجربة الحياة وبده يكون بعيد عن الأهل، خليهم يعيشوا هيدي التجربة من صغر ويحسوا أنه لا أنا مش كل الوقت بدي يكون لازقة بأمي وبأبني. يعني شوفي قدي هون ما عم بحكي عن الأم بس اهتمامها بنفسها، بس قدي هيدا الشيء بيعدي أولادها بحياتهم ولمستقبلهم، هيدي نقطة كتير ويتكلوا على حالهم كمان أوقات على حالهم. يعني لأنه نحن أوقات كتير من وراء الحنان يلي بنعطيه ومن وراء خوفنا على أولادنا بنضل حاطين عليهم بريشر انه انا موجوده، بالوقت اللي بالحياه كلنا بنعرف انه ما حدا رح يضل موجود حد الثاني. اكيد. وما حدا بيعرف شو ظروف الحياه شو كاتبت له، لازم كمان هيدا طبعاً. الولد يكون يعرف المينيموم كيف يكون متكل على حاله طبعا عم نحكي بمرحله معينه يعني. اكيد هلا اكيد التوجيه موجود كل الوقت حتى بس يكبروا زينا. صح. يعني بعدني يمكن انا اليوم بحكي مع ابني برا وصار كبير، بس انه بعدني لليوم بحب اعرف اخباره. أكيد. بتحاور هو يعني هيدا اكبر دليل انه يمكن مني مع ابني كل الوقت، ما بشوفه يمكن بالسنه مره هال 15 يوم او هال 20 يوم، بس في هالحبل بيني وبينه، في هالتواصل، مش ضروري الام تكون بوجه ابنها او بنتها كل الوقت، بس هالكم دقيقه هالساعه هالساعتين بنهار وقت اللي بتكون فعاله بتكوني انت هون ريحتي الولد وبالتالي انت ارتحتي، لانه انت عم تستعملي وقتك بطريقه فعاله،
طب شو بستفيد اذا كل الوقت قاعده بالبيت عم بحضر تي في او عم بقرا واولادي حوالي وانا ما عم بعرف شو عم بيعملوا وما عم بحكي معهم؟ برجع بقول الحوار، الحوار الحوار هو اصلا من احدى الاشياء اللي ممكن تعطيها للولد وتعلميه اياها من صغر، لانه وقت بتحاوريه انت كأم بيتعلم هو الحوار، هو اساس كثير اشياء بالحياه يعني طبيعي. وقت انت ما بتحاوري ابنك بتصير عم بتعلميه انه ما يحاور، ونحن قلنا انه هو اساس الحياه الحوار بكل شيء. صح. يعني أهم نقطة أنا بقولها اليوم لكل أم، حاوري أولادك، اهتمي بحالك بنفس الوقت، يعني حاوريهم واهتمي بحالك، وكل شيء بتعمليه لنفسك ما بيقولوا فاقد الشيء لا يعطيه. هون أنا بدي أحكي عن هذا الموضوع، لأنه ما دائما بقول فاقد الشيء لا يعطيه، أوقات كثير بقول في حالات في حالات بتكون فاقد الشيء يعطيه، بس هون أنا بدي أقول فاقد الشيء لا يعطيه، يعني إذا الأم ما حبت حالها، نرجع لحب الذات واللي هي منا أنانية، إذا الأم ما حبت حالها، ما عطت حالها وقت، ما عطت حالها اهتمام، ما دللت حالها، ما حتقدر تعطي. لأنه أنت وقت بتدللي حالك، وقت اللي بتعطي حالك، وقت اللي بتحبي حالك، حتحسي أنت عبيت الخزان اللي عندك، وبالتالي إذا تعبى الخزان اللي عندك بتقدري تعطي منه. بس إذا خزانك فاضي ما عم تقدري تعبي صح، طب كيف بدك تعطي؟ بعدين نادين بتحسي نحن كثير بننبسط نشوف اماتنا مظبطين حالهم أكيد. حلوين طبعا. يعني خاصه وقت يكون مثلا مش كثير معودين انه نشوفهم بهيدي الطريقه، بتحسي انه الولد كمان بيخلق عنده شيء كثير حلو انه يشوف امه اليوم هي مبسوطه، هي عامله شيء بتحبه. هيدا الشيء قد ايه بيكون كمان ايجابي على العائله. أكيد. يعني الام بتفكر انه لا، انا مثلا تشوف كثير امات كثير هاملين حالهم كرمال اولادهم، بتقول لك انا ما عندي وقت، انا هن كل اساسي، انا عملت كل شيء كرمالكم وهيك. بالوقت اللي الولد بيوصل لعمر معين بصير يحب يشوف حاله بامه، انه هي لا انا كمان مثلا اليوم بدي اخذها اعمل لها هيك هيك هيك، اشتري لها اللي بدها اياه، لانه نحن بنحب نشوفهم حلوين أكيد. ومبسوطين اكيد، لانه كمان قلنا انه العصبيه والتوتر بيعدي زينه، وكمان السعاده بتعدي. خلينا نشوفهم مبسوطين، خلينا ننعدي من سعادتهم، لانه هيدا الشيء مثل ما قلنا بحل علينا، وسعادتنا وسعاده اولادنا بتحل على اهالينا. يعني هيدي السعاده العائليه خليها تكون دائما موجوده، وخلينا دائما نعدي بعض بهيدي السعاده، لانه صدقيني كل شيء ببلش من البيت بيرجع بيمتد لبرا. صح. وهون أهمية العلاقة مع الأم، إن كان خاصة حتى الصبي والبنت يعني، بس الصبي أكتر، لأنه أوقات بنحس أنه الصبي بيتأثر بصورة أمه للمستقبل، كيف أمه عاملته، كيف أمه هي موجودة بالبيت، ودايما بنحس أنه الرجل بنقي شخص بيشبه أمه، بيشبه أمه بطريقة معينة. والله ينقي ابني وحدي. أنا سوري يعني ما أنا ما عندي صبيان. نادين ما عندي صبيان. وفرت عليك بنات ما بيأثر، كمان البنات بيجيبوا لك أسهرة هيك غير شكل. أكيد إن شاء الله. يعني بتعرفي هيدا بتخيل من أكبر هام كمان عند الأهل، إنه بيعيشوا بحياتهم، إنه قد إيه قد إيه التربية كمان بتأثر على هيدا الموضوع، إنه كيف ينقوا مش بس الرجل أو الإمرأة يلي بدهم يتشاركوا مع حياتهم، بس حتى الأصحاب، حتى قد إيه يعني هون دور الأم كمان بتدخلات صغيرة نادين بأمور، لأنه أنت عم بمرحلة معينة بحياتهم عم بتمشي، يعني عم بتدليهم على الطريق الصح بكل شيء. صح، بس بتدليهم بتوجهيهم، بس ما فيك تتدخلي، ما فيك تتدخلي باختبارات أولادك. يعني زينة هيدي خليها تكون واضحة، أنا كأم أو أنا كبي ما فيني أقرر عن أولادي عن حياتهم، وما فيني أتدخل بحياتهم. هن تجربتهم بالحياة هن إجوا من خلالي، من خلالي ومن خلال بيهم، وإجوا على هالحياة مثل ما قلت من خلالي، بس بعدها أنا بوجههم لفترة، بس من بعدها يا زينة هن اختياراتهم. أكيد اختياراتهم، ما فيني يكون أنا كل الوقت عملهم لا بدك تعمل مثل ما أنا بدي. هيدي انتبهي، هون نقطة كثير ضرورية الناس تعرفها. هيدا الولد بده يعيش اختباره بالحياة، عنده رسالة بالحياة بده يعيشها، بده يخطئ، بده يتعلم، ما في إنسان معصوم عن الخطأ. ما فيني أمنع ابني أو بنتي إنهم يغلطوا، لأنه كل ما حأمنعهم كل ما حيغلطوا، بس كل ما تركتهم وحملتهم المسؤولية، كل ما هن انتبهوا لهالمسؤولية اللي أنا عطيتهم إياها وبلشوا يستعملوها بطريقة صحيحة، وحتى لو وقعوا وغلطوا
طفولته ما عليه، ما هن نحن قلنا نحن جايين لنتعلم ونتطور، كيف ابني او بنتي بدهم يتطوروا اذا كل الوقت انا عملت لهم مثل حيط حواليهم سور ولا ما تعملوا هيك وما تساووا هيك؟ بدهم يطلعوا على الحياة، بدهم يعيشوا. هو أوقات بتخافي من أشياء معينة بالحياة بتكون بتعرفي أنه هي خطيرة، يعني اليوم لازم الأهل يفرقوا كمان بين أشياء. أنا عندك أهل بيتدخلوا بديتيلز كتير صغار، هولي مش مفروض نتدخل فيهم لأنه صح الولد هو بده يختبر طبعاً. الحياة طبعاً. أوقات في أشياء كبيرة نادين تستلزم من الأهل أنه بس يحسوا في خطر معين أو في ناس هم يمكن عم بيعاشرون ما بيشبهون أو ما بيشبهوا تربيتهم. أوقات كمان هيك ما فيك تتركي الولد لكتير يوقع، لأنه وخاصة هيدا الجيل، لأنه يعني هيدا الجيل مفكر حاله كبير على كتير صغير. يعني أنا بعرف من ولادي اليوم أنه هن كتير، نحن ما كنا هيك بعمرهم. بتحسيهم هن اليوم عندهم بيحكوك بالاستقلالية وبيحكوك بأنه بأشياء بعمر كتير صغير. كنا نخاف، كنا نخاف عن جد، لأنه اليوم كمان في هيدي النقطة كتير مهمة. قد ما نحن عم نعطي حرية أو ما قد ما نحن كان بالمدارس حتى يعني بطل في الأساول كانت موجودة قبل، بحس انه الولد بمرحله معينه لا بده انه شوي بدنا نرجع دائما للتوازن. بدنا نرجع دائما للتوازن. نرجع دائما للتوازن. زينا بكل شيء بالحياه هو التوازن. وقت بتوصلي للتوازن يعني انت ما عندك خلل. يعني هون اكيد لازم يكون في شد وارتخاء، ان كان بالمدرسه او حتى بالبيت، لحتى الولد دائما يحس بالتوازن. بعدين في شغله حكيتي عنها عن العشره، انه بنقول له انتبه ما انتبه ما انتبه. اوكي، كنت يمكن اقول زمان يمكن إلا لبنتي أقول ماما انتبه من هيدا الشخص، انتبه من هيدا الشخص. طب ليه ما بقلبها ما بقول لبنتي أنت قوية وما في حدا ممكن يأثر عليك، وبدل ما هني يعدوك بالسلبي ليه أنت ما بتعديهم بالإيجابي؟ إحنا ما قلنا العلاقات بين الأشخاص بتعدي؟ طب ليه دايما بدي حط حالي بهالموقف وعلم أولادي يضلهم خايفين، ضلهم خايفين ومنطويين على حالهم لأنهم خايفين من اللي برا، يحموا حالهم من اللي برا، بس ما يكون عم بشتغل عليهم أنه يكونوا هن عم بيتطوروا ويكونوا إيجابيين بمحلات كتير وهن اللي يعدوا الأشخاص يعني هو لأنه للأسف الحياة إذا بتتغير طريقة حكي مع الولد هون بينعطى ثقة بحاله أكتر، وطالما عم بقدر أعطيه الأشياء اللي شو بيقولوا مثل الدرع تبع الحياة اللي هو بشخصيته، صدقيني ما بخوف. صح، مهم هو يمكن ما يتغير، قد ايه ممكن يغير انسان ثاني ما بعرف، بس على القليل هو بيحمي حاله انه ما يقدر ياثر عليه، لانه دائما الشر اسهل يعني للناس. نحن براسنا بنقول هيك انه الشر اسهل، بس هي لا. ليه؟ شوفي بالحياه في خير وفي شر، ما في يعني ما في بس خير وما في بس شر، لانه لو في بس شر ما بيكون في خير، ولو في بس خير ما بيكون في شر. هي مثل ما قلنا الحياه معموله هي عباره عن زوجين، كل شيء له زوج ثاني، يعني حتى الخير له الشر مثل ما قلتي. مين قال انه الشر دائما هو اللي بيعدي؟ لا، انا بالنسبه لنادين اليوم بشوف انه الخير كثير كمان اليوم بيقدر يعدي، بس حسب انت شو قانع حالك. يعني بنرجع للقناعات اللي سوخة عنا براسنا، قديش نحن هي عم تعمل الحياة اللي عايشينها، قديه هي الحياة اللي عايشينها هي مراية قناعاتنا. إذا بدي اقتنع أنه الشر هو أسهل، حلاقي أنه كل شيء حوالي بالحياة الشر، حيجي الأشياء تثبت لي أنه الشر هو اللي أسهل. بس إذا عندي قناعة أنه الخير هو اللي بيضغي، صدقيني حعيش حياة حشوف الخير هو اللي عم بيضغي. كل شيء بيرجع للصناديق اللي أنت حاطتيها براسك، هيدول الصناديق السوداء اللي مسجل فيها كل القناعات والأفكار الداتا. هون برجع بقول راقبوا الواقع تبعكم لحتى تعرفوا شو الداتا اللي موجودة براسكم، وبهيدي الداتا اللي بدكم اياه مثل خزينتك، بدك تشيلي بدك تعزلي الاشياء اللي بدك اياها بتخليها، والاشياء اللي ما بدك اياها بتكبيها. نفس الشيء عملي بعقلك، هاي الصندوق الاسود، شو الاشياء اللي عايزتها بخليها، شو الاشياء اللي عم بتفيدني بخليها، الاشياء اللي ما عم بتفيدني خليني اتخلص منها، وبتتخلصي منها. حلو حلو اليوم الموضوع، وخاصة بمناسبة عيد الأم بدي أرجع عيدك أنا كمان وعيد كل الأمهات، لأنه ما رح نشوفه نحن لا أحد أكيد لا أحد الجاي بكون قطع عيد الأم. وإن شاء الله عن جد كل ولد يعرف قيمة أمه أكيد. وطبعا الأمهات دايما بيعرفوا قيمة أولادهم، بس أنه العكس بياخد وقت شوي أكثر مع الأولاد وإن شاء الله هيك بيعرفوها على بكير، لأنه أوقات كتير في أشخاص يعني بتنحرم من هيدي النعمة وبتقول يا ريت ويا ريت ويا ريت. هلا إيه مزبوط،
مزبوط. ويعني يمكن إذا ما في أم بالبيت بس بيضل في حوالينا أمات كتير عم بيهتموا فينا وعم بيعطونا الحب والحنان والعطف وكل شيء. إن شاء الله ما حدا يعني حرم من هول إن شاء الله أكيد بس هي سنة الحياة صح. يعني بدنا نتقبل وأنا وزينة أماتكم على الهواء. شكرا لك نادين عز الدين.